إن فترة الإباضة هي الفترة التي تخرج فيها البويضة الناضجة من أحد المبيضين إلى قناة فالوب. هناك تنتظر حيوان منوي ليلقحها وتصبح بويضة مخصبة أو تنزل إلى الرحم وتحدث الدورة الشهرية إذا لم يتم الإخصاب. أما في حال التلقيح فتبقى البويضة الملقحة عدة أيام في قناة فالوب ثم تنزل إلى الرحم لتنغرس في بطانته، وهناك يبدأ نموها وتطورها إلى جنين. وفي العادة تعيش البويضة الناضجة مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وفترة التبويض تختلف من امرأة إلى أخرى وتختلف عند نفس المرأة باختلاف الحالة النفسية. ويرافق التبويض في العادة الشعور بألم خفيف في الرحم وخروج إفرازات خاصة بالإباضة.